السلام عليكم. كما راكم تشوفوا سوق راس الواد افتح اليوم، اليوم افتح السوق، رانا في سوق راس الواد. واش ندير دادا ماكم تشوفوا، كنا مقبل في سوق المال، دوك رانا في سوق دوك السوق تاع الخضره وهذيك. السلام عليكم، واش راكم بخير؟ لاباس؟ بخير الحمد لله. السلام صحيح. وعليكم السلام. كيما راكم تشوفوا، الله يبارك. صاحب الزيتون. واش راكم بخير لاباس؟ خصنا الباطوار. وخصنا الكليراج. وطوالات. الله يبارك. الله يبارك. طرومات السوق تسمى راه سافا. السوق راه تري بيان. يعطيك الصحة خويا. الله يسلمك. هادو هما ثلاث حوايج يعني اسونسيال. وانا نقول بالك سيرتو الباطوار. سيرتو الباطوار ولا طواليت. والكليراج. والبلايص والدورة والتلفون عليه. ما يتلفوناش دوك. كانش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وان شاء الله ربي يجيب السوق. اللهم امين، اللهم امين، المؤمنين كاملين ان شاء الله. يا سيدي. واش السوق كيف راها؟ ياك شوف السوق، هذا هو السوق. هذا هو السوق. لا راه مليح. لا يقول لك واحد يخي السوق يا اخي، كي دخل يقول لك يخي السوق يا اخي. يهضروا برك. يا اخي لاباس. الحاج عايش هنا ولا عايش لهيه؟ لا عايش هنا. عايش هنا، الحمد لله يا خويا. نعم الكل هي. بصح لا فامي كل هي. بصح هذا هو لورو. لورو معليش يا خويا، لورو ولا الفرون ولا دينار ولا دولار كيف كيف. اسمع المهم انسان عايش وخلاص. الحمد لله طب الصحة. شقي شقي ولا محتاج؟ قال لك شقي ولا محتاج؟ ها؟ أيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيا السلام عليكم، رانا توجور في سوق راس الواد كما راكم تشوفوا، البصلة راهي الله يبارك، راهي راه 5000 برك. مع مع خالنا عادل. ها؟ سلعه وسومه. سلعه وسومه. وشوف يعني سلعه وسومه. عنده يدي ولي ما عنده شي تجاه. هاي. عادل. ام سامي اخوه هنايا، اودي في البطاطا، قدير البطاطا. ها؟ اهلا. قدير البطاطا. 6500. 6500 ريال. كريم يبارك. ونوفيل هذه. هذه بطاطا نوفيل اللي ما يعرفهاش. 45 55. الله يبارك. او كيما راكم تشوفوا ديسير ثاني الله يبارك. سومه وسلعه. سومه. ها؟ سلعه وسومه. سلعه وسومه. انتم انا قلت الونفير قلبت الونفير. كيما راكم تشوفوا. سوريز. يا خويا. برقوق. تفاح. واش تقول في السوق هذا؟ هو مليح. السوق مليح ربي يبارك. شنو يخص فيه؟ يخص فيه باطوار ليكليراج وزبوني طواليت. اي والله. يعني نقدروا السوق نقولوا 100% باللي مخدوم. ان شاء الله ان شاء الله يا رب 100% ان شاء الله. وهنا على خير. بالسلامة ربي يسهل. هيا يسعدك صحة خويا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا مع مور زيتون. منين أنت خويا منين؟ أنا من ستيف. الله يبارك ستيفي. الله يبارك. أي ولاد ستيف. أي. شراكم لاباس خويا؟ اهلا الحسين. اهلا سي الحسين، واش راك الحسين؟ بخير صافا لاباس بخير. الشعب راه هنا راه ياكل يهضر يعني حاجه مليحه. حاجه تفرح هذه بها الحمد لله لانه عاد عندنا سوق والحمد لله عندنا مرشي وحاجه مليحه هذه. كان حاجه واحده كان حاجه واحده اسمع كان الناس يهضروا يهضروا على البطوار بطوار والكليراج والكليراج عن قريب ان شاء الله وطوالات ان شاء الله ان شاء الله. الناس كلها تهضر هكذاك مام طابي ان شاء الله ثاني. احنا قلنا لكم المجلس حنا هضرنا بلي مجلس هذا مجلس جديد ما على بالوش واش كاين في الاخر دوك. رانا مع الحسين العيب على بالو بال اليوم راني كمواطن ما تحطيش كيما وطن. ها لا لا حنا صدفه تلاقي اسمع الحسين حنا تلاقينا صدفه الاشارات ان شاء الله متواصله تسمى الناس تبدا تخدم على روحها كيما راك تشوف الحمد لله السوق هو فرح راس الواد اليوم ما من المواطنين ولا التجار. بالنسبه للمواطنين ولا التجار هكذاك راه مفرحهم بزوج وهذه راهي تشرف المدينه. الحمد لله السوق اللي كان مسكر اليوم مفتوح التجاره راهي تمشي المواطنين هم هنايا في السوق بالاخص احنا رانا جايين في العيد الاضحى ثانية تاع المال ثاني الحمد لله بداوا يدخلوا وان شاء الله تكون الاسعار معقوله في المستوى تاع متناول الجميع وربي يعاونهم ان شاء الله ونشيني ان شاء الله ما يخلوش الاوساخ تاعهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعطيك الصحه خويا. وكي العاده كي العاده كي العاده صحاب النوقه وصحاب الاجواء تاع السوق
واش تقول في السوق اليوم؟ الحمد لله ما شاء الله بارك قاموا بكم تاع البلديه باه الحمد لله قاموا بكم الحمد لله الحمد لله الله يبارك كيما راكم تشوفوا النوقة انواع واشكال عمي سعيد واش راك هذا عمي سعيد تاعنا واش راك عمي سعيد لاباس بخير بخير صح لاباس بخير اصلا طف كيما را قلنا رانا في سوق راس الواد وسيده وشكر بزاف للسوق والحمد لله كيف تفتح هذيك منا بس عم يخصونا حوايج نعم واش يخصونا طواليت الكليراج اه باش كنتو ماركم تبكروا ان شاء الله راكم بس ساعتين ثلاثه تاع الصباح تكونوا هنا ديجا في الظلمه تخدموا في الظلمه وحاجه اخرى كاينه واش بطوار ان شاء الله اي والله بطوار ان شاء الله ربي يجيب السوق ان شاء الله ورانا كل اربعة ان شاء الله نجيو حتى يخلص العيد ان شاء الله يا ربي اليوم رانا في السوق راس الواد او كيما راكم تشوفوا الشعب وكل زي وهذاك لاباس بهم ها هم يقضيو وان شاء الله راس الواد ديما هكذاك كيما راكم تشوفوا الحاله راهي تمشي نورمال واش راكم يا جماعه لاباس بخير صباح الخير صافا شوف اخويا انا في السوق اخويا الحمد لله الحمد لله يا ولدي يا منا بالتلازينة سردينا يا ربي يبارك منا بالتلازينة ولا غالب بالك تاع السوق برك يا رجل يا والله غالب بالك تاع السوق برك يا عمي راني نحضر معاك وراني نقول لك يا ولدي حويتها سلعة المرجان عند عمك يوسف ولا سلعة المرجان يا ولدي بالك تاع المرشي برك يا رجل انا اللي مشي وراك شويه يا صدقوا بلاش نبيعوا يا عمي سوقه يوسف سوقه يا ولدي يا منا بالتلازينة محمد السلام عليكم الله يبارك واش تقول في السوق هذا اليوم الحمد لله صور سلعة خويا صور سلعة يا هاي السلعة خويا ها 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 هاي السلعة زينة ومليحة صور عمي فوق واش تقول في السلعة هذه مليحة الله يبارك سلعة و سلعة وسومة سلعة وسومة ها تشوف ها تلاونا في السوق هذا ان شاء الله ان شاء الله حافظوا عليه لازم القماش ما تخليهوش واحد ياز قشو كاين لي بوبيل برا كاين كلش لازم حنا اللي نوقفوا عليه فوالا حنا ولاد البلاد نوقفوا عليه وكتشوفوا واحد يخامج ولا هذاك منا قولوا له بلا ما تهوشوا بلا ما ديروا والو حتى الغرس كاين الله يبارك الرجاله والرحم السلام عليكم واش راكم لاباس بخير رانا مع عمي مبروك عمي مبروك سؤال برك قالوا لي باللي كيجي انت للسوق لهنا المال هذا انت اللي تطلعوا انت اللي تهبطوا ليه هذا مليح شوف واش عمار الله ينال وجهك قالوا لي هكذاك واش هي هذاك كاينه منها ولا ما كاش كاينه تو تور العمده تاع السوق ما تجيش اليوم عبد المشتا نورمال ما يجيب عبد المشتا هنا باش تقضي له هيا السلام عليكم مبروك واش تقول للناس اللي يتفرجوا فيك واش تقول لهم خلينا منهم يرحم والدي واش تقول للناس اللي يتفرجوا فيك كلمه صغيره كلمه صغيره حلوه كلمه صغيره حلوه ربي يبارك في الناس ربي يبارك ربي يبارك في السوق لا ربي يبارك في الناس هذو ان شاء الله ربي يطرح البركه مليح الحال ان شاء الله يا ربي هذا مكان ربي يهني الناس برك هذاك مكان ربي يرزق الناس وربي يهني الناس امين امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا مع بن حمادي اليوم راه في السوق اليوم جاي يسوق واش السوق واش عجبك السوق ممتاز ممتاز ها سيخصو حوايج ما يخص والو نعمه والله غنعمه ما كيما ما يخص والو مليح لي بطوار ورا بطوار راه في المنطقه الصناعيه والضو والضو راه كاين الضو يكون في الليل دوك ما يسمش لا لا ورا الضو ورا بوطوات وراهم وراهم ديري الضو ورا ورا الضو بوطوات وراهم الضو لازم الضو كاين الضو كاين الساع كاين السلعه والتواليت الساعه المخفضه والتواليت مراحيضها واللي داير الحاج بن حمادي اللي هي صاحب المحطه وداير المراحيض مجانا نايس نجر في سوق راس الواد هنا كيما راكم تشوفوا البرقوق اخويا وين بقره الله يبارك الحاله راهي زاهيه حتى الدلاع راه كاين ها بس ماكش حل حتى الدلاع ماكش حل حتى الدلاع عليه لا مبازي على البرقوق مبازين على البرقوق مبازي على البرقوق مبازي على البرقوق قدر يدير برقوق عندكم هنا 17 كيلو ونص الله يبارك والله غا مليح والله غا مليح والله غا باطل والله غا باطل
الله مليحة. قال له نشكروا لك. والعشية وين تحطوا؟ العشية. الاقتحام كيما قطعوا. رومبوتاسيون الغاز. والله نورمال. هاك شوف بركوك هاك شوف ها. ستف ورتف. سمعت صالح. ها. انظر مني انظر. وصالح. ها. قال له نشكروا نجيب لك. 10000 تقرا 10000. شوف قلت له ما حدش السلام عليكم. رانا توجور في سوق راس الواد. قد راهي الساعه دوك؟ قد عطينا الساعه قد قد؟ اكزاكت. اه الساعه 8:11 دقيقه. رانا 8:11 دقيقه يعني ديجا هذا وين طلع بدا يطلع النهار. الله يبارك. هذا وين بدا يطلع النهار. وخذ كيما نقولوا احنا الغاشي مازال ما بداش. وكان بزاف ناس ما على بالوش بلي كان سوق اليوم. سوق صاحب الفرغه. فرغه نخدش الناس ما على بالهمش. فرغه البلايص اللي محشورين شويه. لا لا مليح هكذا خير مليح. لا لا مليحه. عندك شويه كيما نقولوا السوق تاع المال الهندي. اه سوق المال. سوق المال هذا لازم يكون مليح. اه نورمالمون. اه. بس سوق المال لازم يجي في التراب ما يجيش في القدرون هذا. يعطيك الصحه يجي مني في التراب. يجي في التراب اه ما يجيش في الاخرى. وكش ما عندك اقتراحات اخرى ولا كش ما. الله يحفظك خويا. فؤاد الخليفه ما تعرفنيش. يعطيك الصحه. انتم منين انتم؟ لا من عين المال. اه عين المال سي بور ساك سخشي. فؤاد الخليفه معروف في راس الواد. معروف الله يبارك فيك. معروف في راس الواد. انا يعني نجي ساعه ساعه ونجي لعين المال. ممكن غدوه نجي لعين المال السوق تاع عين المال. قالوا لي راه سوق هايل. صح. ان شاء الله نجوكم. المهم كلمه صغيره للناس اللي يتفرجوا فيك. ويا بارك الله فيك الله يحفظك وان شاء الله يعمر السوق وان شاء الله يتعدل ويتريقل. وحبيت نسقسيك برك وين سمعت بلي كاين سوق اليوم؟ احنا قالوا لنا عيطونا في التليفون برك بار تليفون. اه بار تليفون. قالوا لنا رايح للسوق تاع راس الواد ان شاء الله. انا جينا عمرنا بيتين لهنا. اه بيتين. بيتين هنا بيتين هنا. الله الله يبارك لك ستر ان شاء الله. امين يا رب العالمين. هيا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رانا توجور في سوق راس الواد. نعم. واش راك حبيبنا؟ والله لاباس بخير. هاي السلاطة اخويا منورة. الله يبارك. هاي السلاطة والمشماش. هاو الخيار. الحمد لله. هاو المشماش والحمد لله. نحلوا لنا السوق هذه نعمة. بس واش يخص السوق هذا؟ يخص السوق يخص الباطوار يخص حوايج بزاف السوق هذا. يخص طابي يخص هذاك. الإنارة تاع هذاك ما كانش. طوالات. طوالات. مسجد وين يصليوا الناس وين مصلى. مصلى صغيرة. ماشي الشرط ماشي الشرط يروح الجامع ولا. مصلى. صرتوا الناس عيد بكر ساعتين تاع الصباح ثلاثة تاع الصباح. فيسيات ما عندناش ما كانش. وين الناس تقضي حوايج. ما كانش. لازم الفيسيات. إن شاء الله. الطوار تاع الذبيحة. إن شاء الله نقول لك واحد الكلمة إن شاء الله ربي يجيب الخير بلادنا. يا ربي. وحنا الميساج هذا نوصلوه. نطلبوا من المسؤولين تاعنا يطوروا هذه الدائرة راهي دائرة كبيرة مش صغيرة يطوروها يجيبوا المشاريع يجيبوا باطيمات المرشيات يحلوا ينقاجيو فيهم مسكرينهم. اه. ايه. لا في حق. الكونة بن عمي. يعطيك الصحة. ربي يبقي يستر ان شاء الله. امين ورب العالمين وان شاء الله يجيب الخير بلادنا وبركة في راسك. ولاد تاوعنا ان شاء الله الهداية. اه. ودنقوا ان شاء الله شعبهم شوية مش غادي اكبر. اه. هذا حلو. لا في حق. سلام ورحمة. هاي سيدي هاي مول دبشة ومع عدنوس واش راك راه وليدي؟ لاباس بخيرة كيف راك فرحان اليوم كي جا حلو السوق اليوم؟ لاباس منين أنت؟ مجاز. أه؟ مجاز. وين؟ مجاز. قجالة؟ مجاز مجاز. أه المجاز وين جاية هذي؟ ما أدري من مصيبة. آه والله ما نعرفهاش هذيك هذي سي بور سيرا واش راكم بخير لاباس؟ كيف سمعت بلي كان سوق اليوم؟ كيف سمعت بلي كان سوق اليوم؟ عيطونا يا جماعه اصحابنا. اي والله يعطيك الصحة يعطيهم صحة يعطيهم صحة. يا بطاطا باهية اليوم الشعب عندنا بطاطا باهية اليوم يلا ها السلعة والسومة واللحم الكرومة. ارحي 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 ارحي. الشعب ها ارحي. تعالوا تقدموا تفضلوا. هاك 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 ايوا ليكيدي باطل بلاش روح انا وتلقى لها ناس. عايش عايشك يرحم ولدي. عايشك. ايا السلام عليكم رانا مع صاحب الدلاع اليوم دلاع والفقوس يا خالي. دلاع وفقوس سلعه وسومه. واش راك سافاو؟ والله مليح. واش راك دير هذا؟ شو الله يبارك الدلاع الله يبارك الله يبارك. دلاع وفقوس. والله بيان.